احرص على أن تكون عبادتك في الخفاء أعظم من عبادتك في العلانية. هنا في المصلى نجتمع، ربما نصلي ونقرأ، لكن عندما تكون وحدك في مهجع لك أو في مكان بعيد عن أعين الناس، هذا هو المحك. فكلما كانت العبادة في السر أعظم، كلما كان ذلك أصدق. وكلما خاف المرء من الرياء فليعمل مثل ما عمل علانية في السر. من تصدق بريال وخشي الرياء فيه فليتصدق بآخر في السر، فإنه تطهير للأول ويدل على الصدق فيه. إذن احرص على عبادات السر في مهجعك، في مكانك البعيد. ولذلك عندما نخرج من هذا المخيم وغيره، وقد أخالف صاحبي ولا أمشي معه، قد أنظر إلى أمر محرم لا يرضى الله عز وجل لك النظر إليه، هنا عبادة السر. قد أسمع أمرا محرما يغضب الله عز وجل، هنا عبادة السر. قد أعقد، والعقود الآن عن بعد، قد أعقد عقدا يغضب الله عز وجل فأبتعد عن ذلك. ولذلك فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا أبعد عنه الأمور المحرمة.